اسمه بلال، احفظوا اسمه. بائع مرمية من قرية تقع جنوب نابلس استشهد برصاصتي مستوطن من رحليم أثناء قطفه زيتون أرضه، وما اسمهاش رحليم، اسمها الساوية ويتمة. بدأت معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر قبل أيام من بداية موسم قطف الزيتون في فلسطين، لكن موسم هذا العام كان موسما دمويا لعائلة صالح الفلسطينية. عقد بلال العزم وانطلق رفقة زوجته وأطفاله نحو أرضه في قرية الساوية يوم السبت تجنبا لاعتداءات المستوطنين، فهو يوم مقدس لليهود. وما قال يا هادي حتى باغته 4 مستوطنين مسلحين من مستوطنة رحليم. عمي بلال شهيد! كسر المستوطنون حرمة سبتهم وأطلقوا النار على بلال ليردوه قتيلا بدم بارد. لم تكن هذه أولى اعتداءات مستوطني رحليم على أهل الساوية، فقبل عدة سنوات سرقوا محصول زيتون عائلة عودة. الزيتون يعتبر من أهم محاصيل قرية الساوية بالإضافة إلى العنب، ولذلك تركزت مطابع المستوطنين فيها، فمصنع طر الإسرائيلي يصدر زيت الزيتون والنبيذ لجميع أنحاء العالم. مؤخرا صدرت المستوطنة الزيت والنبيذ لدولة الإمارات عقب توقيع اتفاقية مع شركة فام القابضة الإماراتية. تأسست مستوطنة رحليم في بداية الثمانينيات بصفتها معسكرا لجيش الاحتلال، وتحولت تدريجيا إلى مجمع سكني استيطاني أقيم فوق أراضي قريتي الساوية ويتمة. ازدادت حدة الاعتداءات عقب قرار وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير إنشاء نقطة لتوزيع الأسلحة على المستوطنين. برأيكم كيف يمكن وضع حد لهجمات المستوطنين على سكان الضفة الغربية؟